تعقد الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي في هذا الوقت اجتماعا بالغ الأهمية، حيث تطرح ماي ما تم التوصل إليه من اتفاق مع نظرائها الأوروبيين لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تبلغ ماي البرلمان في وقت لاحق من هذا اليوم بتفاصيل الاتفاق. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية أعلنت أمام جلسة عاصفة للبرلمان أن مشروع الاتفاق حول بريكزيت يحترم نتائج استفتاء 2016، ودافعت ماي عن مشروع الاتفاق أمام النواب، مشيرة إلى أنه سيضمن نهاية للهجرة غير المحدودة من الاتحاد الأوروبي، وسيسمح لبريطانيا بوضع سياساتها التجارية الخاصة بها. ما تفاوضنا بشأنه هو اتفاق يحترم تصويت الشعب البريطاني، اتفاق من شأنه استعادة السيطرة على أموالنا وقوانيننا وحدودنا. سنحقق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وستغادر المملكة المتحدة الاتحاد في 29 من مارس عام 2019. هذا ووصف جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض الاتفاق بأنه يمثل انتهاكا للخطوط الحمر التي وضعتها رئيسة الوزراء، مشددا على أن المفاوضات مع بروكسل كانت مخزية. الاتفاق ينتهك الخطوط الحمر لرئيسة الوزراء نفسها، فهو لا يقدم صفقة اقتصادية قوية تدعم الوظائف والصناعة، ونحن نعلم أنهم لم يستعدوا بشكل جاد لمرحلة الاتفاق. لذلك هل ستبقى رئيسة الوزراء مصرة على تبني خيار زائف للبرلمان بين صفقة فاشلة أو عدم وجود صفقة؟ بعد عام ونصف العام من تعثر المحادثات، بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على الطلاق. المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون يتوصلون لمسودة اتفاق لتسوية خلافاتهما بشأن الحدود الأيرلندية، أكثر الملفات تعقيدا. مصادر إعلامية أيرلندية كشفت أن المسودة تتضمن مقترحات لإبقاء الحدود خالية من المراكز الجمركية وغيرها من العقبات. الاتفاق يقضي أيضا ببقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن اتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي وليس فقط أيرلندا الشمالية. الإعلان عن الاتفاق يأتي بعد أيام من الضغط بسبب المخاوف من عدم التوصل إلى توافق قبل بدء مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا. إذا انطلق ولكنه معلق، فالاتحاد الأوروبي وبريطانيا يسعيان لاتفاق لتيسير الحركة التجارية بين أكبر تكتل تجاري في العالم والمملكة المتحدة مقر أكبر مركز مالي دولي. اتفاق إن تمت المصادقة عليه ربما يعيد تشكيل مستقبل عدة أجيال مقبلة في بريطانيا. من أمام البرلمان معنا مراسلنا كمال علواني. كمال، بداية، هل تسرب أي شيء، أي تصريح، أي معلومات من اجتماع تيريزا ماي واجتماعاتها المتواصلة؟ كل الذي نعرفه لحد الآن أن هذا الاجتماع قد طال بين تيريزا ماي ووزرائها، المؤشر ربما على صعوبة الموقف وأن الضوء الأخضر الذي تنتظره تيريزا ماي من وزراء حكومتها لن يكون بالأمر السهل. فهناك الكثير من المعارضين الذين يريدونها أن تتخلى عن هذا الاتفاق، عن مسودة هذا الاتفاق، وآخرون ينتقدونها، وآخرون مترددين في منح أصواتهم من عدمها. عموما ستأتي تيريزا ماي بعد لحظات، بعد دقائق من الآن، كنا ننتظرها عند رأس الساعة في 5 ولكنها لم تأتي، مع بيانها الذي ستوضح فيه في نهاية المطاف إن كان الجميع قد أعرب عن رضاه تجاه هذه المسودة، مسودة الاتفاق، أم لا لحد الآن. ولكن ليست هي هذه العقبة الوحيدة التي تنتظر تيريزا ماي. اليوم تلقت تيريزا ماي الكثير من الرسائل السلبية والإشارات السلبية من كل الطبقة السياسية، من داخل حزب المحافظين ومن حزب العمال ومن الاتحاد الوحدوي في إيرلندا الشمالية، الذين أعربوا عن انتقادهم لهذا الاتفاق، علما بأن هؤلاء هم الذين يشكلون رأس الحربة في غالبية النواب التي
مكنت لحد الآن حكومة تيريزا ماي والمحافظين معها من البقاء في سلة الحكم. تلقت الكثير من الرسائل السلبية ولسنا ندري في المستقبل ما الذي سيحدث. إن كان بيان تيريزا ماي الليلة سيقول إنهم وقعوا والجميع سيوافق، يبقى البرلمان لاحق، وبعدها المهم طبعا أن سنبقى كمال في انتظار القمة الطارئة التي ستخوض في هذا الأمر. نعم، في انتظار هذا البيان. شكرا جزيلا على هذه المعلومات كمال علواني من أمام البرلمان البريطاني. انضموا إلينا في الاستوديو عطلة سعيد الخبير في الشأن البريطاني. أستاذ عطلة، أهلا وسهلا بك معنا. حقيقة ماذا تمتلك تيريزا ماي في يدها، وأين تقف أمام هذا الكم الهائل من الضغوط؟ للأسف تيريزا ماي في مأزق كبير. اليوم أرسل لها 16 نائب من اسكتلندا ويمثلهم في الاجتماع الحالي وزير اسكتلندا، مطالبين بأنهم لن يتنازلوا عن موضوع صيد الأسماك والحدود البحرية لبريطانيا، وهذه عثرة كبيرة لأنها حسب التسريبات هي هذا من ضمن الاتفاق مع أوروبا، سيبقى للأوروبيين الحق في تقييد صيد الأسماك. بالنسبة لإيرلندا هي ستواجه صعوبة بالنسبة للدي يو بي، يعني الحزب الديمقراطي الإيرلندي أو الاتحاد الإيرلندي لن يوافق على حسب التسريبات التي وصلت. لن يوافق على هذه الوثيقة. كذلك هنالك حزب المحافظين منقسم على نفسه، المطالبين بالخروج غير موافقين على ما تسرب من الوثيقة، وكذلك المطالبين بالبقاء غير موافقين على ما تسرب من الوثيقة. لذا أرى أن تيريزا ماي أمامها مشكلة كبيرة، لكن لا أحد يعرف ماذا سيجري. لكن أليس لديها أمام هذه المشكلة وهذا المأزق الذي بدأ منذ أن بدأت مفاوضات البريكزيت أي حلول عملية أو أدوات لضمان 320 صوتا لتبرير خطتها؟ الخطأ الكبير الذي قامت به تيريزا ماي عندما قامت بتفعيل البند 50 لم تكن على دراية يعني لم يكن لديها المستشارين الذين يعطوها النصيحة بما ستؤول إليه المفاوضات. لذا مر عامين ونصف ونحن نتخبط، لا نجد أي يعني مفاوضات. يعني تصوري وزير بريكزيت الذي استقال قبل شهرين ماذا قال؟ قال في خلال عامين التفاوض فقط لمدة 6 ساعات. يعني إذا في عامين التفاوض لم يكن سوى 6 ساعات، فماذا تستنتجين من هذا؟ هذه الحكومة يجب عليها الرحيل وإعطاء الفرصة لمن يستطيع أن يفاوض. هذا لن يعقد الوضع داخليا أكثر، وبالتالي سينعكس على الشركاء الأوروبيين ويزيد أبداً مخاوفهم. أبدا، ما حدث أننا مررنا في عامين ونصف من يعني لا أستطيع أن أقول مفاوضات، مضيعة الوقت. ولذا يجب على هذه الحكومة أن تستقيل ونجري انتخابات كي يكون هناك حكومة جديدة تستطيع. ما الذي قد يجعل تيريزا ماي تستقيل وهي المتمسكة أصلا بفكرة الاستفتاء عام 2016 ولا تقبل حتى استفتاء جديد؟ أظن أن يعني الأسبوعين القادمين سيحددان مدى قدرة تيريزا ماي على البقاء في السلطة. بناء على ماذا هذا؟ بناء على أن البرلمان البريطاني هنالك الغالبية العظمى في البرلمان غير راضين عن الاتفاق الذي تريد أن تبرمه، لذا ممكن أن يسقط هذا في التصويت داخل البرلمان، وهذا يعطي الحق للبرلمان بسموه تريجر إلكشن، احتمال كبير أن يطالب عدد كبير من نوابها إما باختيار زعيم جديد لحزب المحافظين أو إجبارها على الدعوة إلى انتخابات عامة. وهذا هل سيكون مخرجا في ظل من يطالب بمسألة إعادة الاستفتاء برمته، وأن هذا الأمر قد يكون حتى قانونيا مقبول وقد يشكل مخرجا مناسبا للمملكة؟ لا أرى أي نجاح لعملية استفتاء آخر، لأن الجميع يعني متفقين على أن الشعب البريطاني صوت للخروج ونحن مع الخروج كحزب عمال، لكن الخروج بأي طريقة هذا هو الذي نختلف عليه. نحن نريد الإبقاء على مصالح العمال، مصالح الشعب البريطاني، على إبقاء التجارة مع أوروبا. جميع هذه الأمور هي مهمة بالنسبة للبريطانيين جميعا، وهذا ما يسعى عليه حزب العمال. ما يجري الآن كيف سينعكس على زيادة مخاوف الأوروبيين في بروكسل، وعلى ما هو منتظر من
السيناريو المتوقع لاختتام هذه المفاوضات؟ الأوروبيين لن يسمحوا لبريطانيا بأن تخرج يعني منتصرة كي نقول، لأن هذا سيحفز جماعات أخرى تريد الانفصال عن السوق الأوروبية. لذا نرى أن الأوروبيين يريدون الإبقاء على يعني الضغط على بريطانيا كي لا تخرج هي مستفيدة من كل شيء، يعني زي ما بقولوا أنه لا تستطيع أن تختار ما تريد، يعني شيري بيكينج. يعني طيب ما هو السيناريو الذي يواجه المملكة المتحدة إذا ما أصرت ماي على خطتها أو على الخروج بدون اتفاق واستطاعت إقناع وزرائها؟ أظن على تريزا ماي أن تعمل على تعديل ما في الخطة. يعني بالنسبة لموضوع إيرلندا أظن أن هنالك عدد كبير سيوافق على ما يعني ما تسرب، لكن بالنسبة لموضوع التجارة مثلا ما تسرب هي أنها موضوع الحدود، الحدود مع إيرلندا، لكن أقول عن موضوع التجارة ما تسرب أنها وافقت على إبقاء الشركات الكبيرة زي تويوتا تويوتا ونيسان، أن تعطيهن يعني تبقى الصناعة الثقيلة داخل ضمن يعني الاتفاقية الأوروبية، وهذا كأنها يعني تفيد الأغنياء ولكن الصناعات الخفيفة والتجارة الريعية غير يعني خارجة عن السوق الأوروبية، وهذا يضر في الغالبية العظمى من الشعب البريطاني. يعني المواد الغذائية سترتفع أثمانها، المواد يعني ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية هذا سترتفع أثمانه. هي تنظر لمصلحة الإبقاء على الشركات يعني الكبيرة والغنية ولا تنظر لأي مصلحة يعني للشارع البريطاني الإنسان العادي في بريطانيا. لذا نرى أن سيكون هنالك مقاومة كبيرة لهذه الخطة التي تسرب منها لا نعلم تفاصيلها بالكامل. شكرا جزيلا لك عطا الله سعيد الخبير في الشأن البريطاني. شكرا لكم.